بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي هواة ومحبي الخط العربي، أسعد الله أوقاتكم. مع بعض هنكتب من المصحف الشريف، مع بعض هنجمل خطوطنا وخطوط أولادنا، ومع بعض هنكتب الآية الكريمة. خد بالك من تجويد لفظ الجلالة. فضل كبير وأجر عظيم إنك بس تكتب الله بصورة جميلة. كم لك من الفضل والأجر عند الله. مع بعض الحلية بتاعت اللام، شوف اللام المقص بتاعتنا ده، هي عايزة تتوزن بالراحة كده. اللام مع الهاء، الله لا إله إلا بالك من الهاء. لما بتعمل حلو بتطلع شكل جمالي رائع. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى جل جلاله. الحي شفاء، انتقال من حرف الى حرف، هو ده سر من اسرار جمال الخط. انت لو وصلت الحرف مع الحرف التاني بطريقة مش مظبوطة بيتشوه معاك الخط. عشان بقى نطمن ان ده قلم رصاص اهو. ماشي. الحي القيوم. خلينا المرة دي ناخد الميم الخنجرية ده. ايه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، صفات الله تبارك وتعالى، عظمة الله، جلال الله، بنتعبد بهويتنا وبفننا وبخطنا إلى الله تبارك وتعالى، فنرتقي في الدنيا ونرتقي في الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أحبائي نكرم أولادنا بتعلم الخط العربي، فهو سمة عظيمة وتضفي على صاحبها الجمال والبهاء والتميز، وبيساعدهم كمان في دراستهم
في التحصل على الدرجات. كونوا معنا ولا تنسونا بدعم القناة.